إذن أصدر القضاء التركي حكما بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق قاتل الطفلة السورية غنى ميرجيميك، وتمت تبرئة صديقه من الجريمة. وكانت وسائل إعلام تركية تداولت تفاصيل الجريمة التي وقعت في نيسان من العام الفائت، والتي أفادت باختطاف الطفلة غنى ميرجيميك من قبل مواطنين تركيين خلال عودتها من المدرسة، واعتديا عليها ثم قتلاها وألقيا بها في بئر ماء داخل منزل مجاور لمنزل أسرتها في حي أوكشالار بمدينة كلس جنوبي البلاد. نعود إلى مراسلنا وائل عادل لسؤال حول مستجدات هذا الموضوع. وائل، حول هذه القضية وحول الحكم من قبل القضاء التركي على القاتل الطفلة السورية غنى ميرجيميك، ما لديك من تفاصيل؟ نعم، اليوم كانت جلسة النطق بالحكم تجاه المتهمين المواطنان التركيان حسين والآخر اسمه عز الدين. القضاء بعد عدد من جلسات الاستماع للشهود والاستماع للمتهمين والادعاء وأيضا الدفاع، قرر اليوم بحكم الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 90 عام بعد 3 تهم وجهت للمتهم حسين وتبرئة المتهم الآخر. المتهم حسين كان هو صاحب المنزل المجاور لعائلة غنى مرجميك، وهي عائلة حذر من حريتان قدمت إلى هنا إلى ولاية كلس أو مدينة كلس مع الأطفال. غنى ولدت هنا في تركيا وتوفيت هنا في تركيا. التهم الثلاثة هي حجز حرية الطفل والاعتداء الجنسي عليها وقتل الطفلة، ثلاثة أحكام بالمؤبد والأشغال الشاقة على المتهم التركي حسين، وأيضا تبرئة المتهم الآخر بسبب عدم وجود أو بسبب قلة الأدلة تجاه عز الدين، أو هو كان متواجد في منزل حسين التركي أثناء الجريمة أثناء ارتكاب الجريمة، ولكن على ما يبدو بأن قلة الأدلة أدت إلى تبرئة هذا المتهم. الادعاء أو هيئة الادعاء تقول المحامين الأتراك والذين كانوا متوكلين عن قضية أو عن عائلة غنى مرجميك قالوا بأنهم سوف يطعنون بالحكم، بأنهم راضون عن القرار النهائي بالنسبة لحسين، ولكن النتيجة غير مرضية بالنسبة للمتهم الآخر عز الدين. حتى الآن يعني المحكمة أو القاضي اليوم في الساعة 5:30 تماما أعلن نتيجة المحكمة أو نتيجة الحكم النهائي تجاه المتهم حسين، وهي الأعمال الشاقة المؤبدة بسبب أو بثلاثة تهم، وهي حجز حرية الطفلة والاعتداء الجنسي وقتل الطفلة غنى مرجميك. ماذا عن وضع أهالي هذه الطفلة؟ نعم، اليوم كان متواجد والد ووالدة الطفلة غنى في المحكمة أثناء النطق بالحكم. بعد قابلناهم بعد القضية وبعد انتهاء الجلسة قالوا بأنهم راضين ويشعرون بالعدل تجاه هذه المحكمة، بأنهم لم يكونوا متأكدين بأن هذا المتهم سوف ينال عقابه المستحق، وقالوا وشكروا الجهات سواء القضائية أو الإعلامية أو الحقوقية أو الهيئات المشاركة في هذه الجلسات أو في هذه القضية. يعني القضية أو الحادثة وقعت في العام الماضي في الشهر الرابع منذ سنة وشهر تقريبا هنا في كلس، ولاية كلس، مدينة كلس. خلال هذا العام يعني قبض على المتهم خلال ساعات فقط، وعلى المتهم الثاني في اليوم الثاني، وخلال هذه الفترة كانت المحاكمة وجلسات استماع مستمرة. اليوم النطق بالحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم الأول وتبرئة المتهم الثاني. الأهل سواء والد الطفلة غنى أو والدتها كانوا راضين عن الحكم وقالوا بأنهم يشعرون بأن يعني أخذت حقها، وهو ما كانوا يتمنونه، وبأنهم حاولوا دائما نشر هذا الخبر أو نشر هذه القضية ومحاولة دائما التواجد والدفاع عن حق الطفلة. شكرا. لكي لا يهدر أثناء المحاكمة أو أثناء العام الماضي. وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا في هذه الحلقة من المهجر، شكرا لك.